تي بي مؤسسة تي بي للإنتاج والتوزيع تقدم قصيدة مهداة إلى قاضي الاستئناف الشيخ صويلح بن مسحل الزايدي. كلمات الشاعر موسى بن غازي الزايدي. أداء المنشد عبد العزيز اليامي. أسمي بأسم رافع سبعها والفلك مجريها عظم فوق عرش معتلي والكون من دونه إله ما يخيب دعوة الدعين يوفيها ومن يجاب رب الكون كان الله في عونه ومن يجاب رب الكون كان الله في عونه أسمي باسم رافع سبعها والفلك مجريها أسمي باسم رافع سبعها والفلك مجريها عظم فوق عرش معتلي والكون من دونه إله ما يخيب دعوة الدعين يوفيها ومن يجاب رب الكون كان الله في عونه ومن يجاب رب الكون كان الله في عونه.
يطرون ونفرح كل عام فارس الخيال تبقى. أسمي باسم رافع سبعها والفلك مجريها عظيم فوق عرش معتلي والكون من دونه إله ما أسمي باسم رافع سبعها والفلك مجريها عظيم فوق عرش معتلي والكون من دونه إله ما يخيب دعوة الداعين يوفيها ومن يجاب رب الكون كان الله في عونه ومن يجاب رب الكون كان الله في عونه. أسير شعري الميمون والأبيات نبنيها أروم برجال الشرع والإسلام والكون رجال أسمي باسم رافع سبعها والفلك مجريها عظيم فوق عرش معتلي والكون من دونه إله ما يخيب دعوة الداعين يوفيها ومن يجاب رب الكون كان سبعها.
أسمي باسم رافع سبعها والفلك مجريها عظم فوق عرش معتلي والكون من دونه إله ما يخيب دعوة الدعين يوفيها ومن جاب رب الكون أسمي باسم رافع سبعها والفلك مجريها عظم فوق عرش معتلي والكون من دونه إله ما
اسمي باسم راف سبعها والفلك مجريها اظل فوق عرش مأتلي والكون من دونه اله ما يخيب دعوة الدعين يوفيها ومن يجاب رب الكون كان الله في عونه ومن يجاب رب الكون كان الله في عونه اسير شعري الميمون والابيات نبنيها اروم برجال الشرع والاسلام والكون رجال أسمي باسم راف سبعها والفلك مجريها عظيم فوق عرش معتلي والكون من دونه إله ما يخيب دعوة الدعين يوفيها ومن يجاب رب الكون كان أسمي باسم راف سبعها والفلك مجريها أظل فوق عرش مأتلي والكون من دونه إله ما يخيب دعوة الدعين يوفيها ومن يجاب رب الكون كان الله في عونه ومن يجاب رب الكون كان الله في عونه أسير شعري الميمون والأبيات نبنيها أروم برجال الشرع والإسلام والكون رجال للعدالة اسمه بوفة انتهى
فارس خيال تطرون ونفرح كل عام فارس خيال تطرون. أسمي باسم رافع سبعها والفلك مجريها عظم فوق عرش معتلي والكون من دونه إله ما يخيب دعوة الدعين يوفيها ومن يجاب رب الكون كان الله في عونه ومن يجاب رب الكون كان الله في عونه. أسمي باسم رافع سبعها والفلك مجريها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جليل النعم باعث الهمم ذي الجود والكرم جعل لأهل القرآن مزية وأي مزية ومنزلة رفيعة علية، ثم الصلاة والسلام التامان الأكملان على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ألا إنه التنزيل والذكر والهدى، ففيه من الإعجاز ما لفكر عاجز تحدى به الأقوام فالكل مفحم، وفيه من الإيجاز ما حير الفكرة فأكرم بتاليه وأعظم لها الأجرا، وأي بليغ ما تغنى به فخرا. أصحاب المعالي، أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، ضيوفنا الكرام، حفلنا المبارك، أحييكم بتحية الإسلام المباركة، تحية أهل الجنة يوم يلقون ربهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا قارئ القرآن ليلك واحة، اقرأ كتاب الله فهو شريعة، والأفق عندك منظر خلاب، من دونها نهر الحياة سراب. روى البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر، الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. والآن مع آيات عطرات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الشيخ علي، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا،
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. صدق الله العظيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. والآن لنا وقفة مع والد المحتفى به لهذه الليلة، معالي الشيخ صويلح بن مسحل الزايدي قاضي الاستئناف في منطقة مكة المكرمة، فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخوتي في الله، أحييكم بتحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فحياكم الله، حياكم الله جميعا، وجزاكم الله خيرا على إجابة الدعوة، وجعل ذلك في موازين حسناتكم. وأشكر الله جل وعلا على هذا الاجتماع المبارك بإذنه سبحانه وتعالى، وأسأل الله جل وعلا أن يوفق المحتفى به، أن يوفقه في هذه الدنيا بما هو خير، وأن يجعل هذه الشهادة التي حصل عليها عوناً له على طاعة الله. أخوتي في الله، عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. يقول
الشيخ ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم شرح 50 حديثا من جوامع الكلم في حول هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يعظ أصحابه في غير الخطب الراتبة كخطب الجمعة وغيرها، وذلك لأن الله جل وعلا أمره بالدعوة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أمره الله بذلك بأن يدعو، لأن الدعوة لها مكان عظيم عند الله جل وعلا، الدعوة لها مكان عظيم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يديم الوعظ، كما جاء في الصحيح عن أبي وائل قال: كان عبد الله بن مسعود يحدثنا كل يوم خميس، فقلنا: يا أبا عبد الرحمن، نحب حديثك ونشتهيه، ولو وددنا أن تحدثنا كل يوم. قال: ما يمنعني ذلك إلا كراهة أن أملكم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالوعظ كراهة السامة علينا. فهنا يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرت منها العيون. يقول الشيخ ناظم محمد سلطان في كتابه قواعد وفوائد من الأربعة النووية: هذا يدل على طيب معدن الصحابة وسلامة قلوبهم وطهارة نفوسهم وخوفهم من ربهم، وهذه علامة الإيمان والاستقامة والصلاح. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا. فوعظنا ورسول الموعظة وجلت من القلوب وذلك، فالناس كان موعظة مودع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا ذلك يريدون وصية يستفيدوا منها، ولأنه صلى الله عليه وسلم أخذ يبين لهم كأنه مودع لهم في هذه الدنيا، وأوصاهم أن يصلي الإنسان صلاة مودع، لأن من صلى صلاة مودع أتى بصلاته على أكمل وجهها. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى على قتلى بدر صعد المنبر كما جاء عن عقبة بن عامر وفي الصحيحين، صعد المنبر ثم قال: إني فرطكم على الحوض، وإن عرضه كما بين يدي الجحفة، وإني لا أخشى عليكم أن تشركوا بعدي. لاحظوا يا أخوان، الشرك على عظم، لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم الدنيا تتنافسوا فيها فتقتتلوا فتاركم كما هلك من كان قبلكم. إذن قال: وعظم رسول موعظة وجل وضربة من القنة، كان معظم مد فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. أوصاهم بهاتين العظيمتين التقوى والطاعة، وهاتين الكلمتين يجمعان على سلامة الدنيا. أما التقوى فهي كافية في سعادة الدنيا والآخرة، وهي وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين. قال: لقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأما طاعة ولاة الأمر فقد أمر الله بها، فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. طاعة ولاة الأمر فيها سعادة في الدنيا، وفيها يستطيع الناس تنظيم أعمالهم وإظهار دينهم. وعظنا رسول الله موعظة وجلت من القلوب ذرفت من، فقلنا كأنها مودة فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. وفي بعض الروايات حبشي، وهذا ما تكثرت به الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما تكثرت به الروايات، وهو لا يؤثر على ما ذكره من قوله صلى الله عليه وسلم: لا زال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان، الناس تبع لقريش. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك، ولهذا جاء في الصحيحين صحيح البخاري من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوصاني اسمعوا واطيعوا ولو استمع لكم عبد حبشي كأن رسول زبيبة. وجعنا بذر عند مسلم: أوصاني خليل أن أسمع واطيع ولو كان عبدا مجدوع رضاه. فإذا هذه الوصية. ثم قال: وإن تأمرك عبد. وقيل إن ضرب العبد إنما جاء على ضرب المثل، وإن لم يقع صحيحا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجد ولو كما في سيقطاه، والقطع صغير، ولكن من باب ضرب المثل. ثم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. عليكم بسنتي، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس بعده أخبرا أن الناس سيختلفون والأمة ستختلف،
في أصول الدين وفي رؤي وفي الأقوال والأعمال والمقاصد، وهذا موافق لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من افتراق أمتي على 73 فرقة وأن كل في النار إلا فرقة واحدة، يا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأوصاهم بالتمسك بهذه السنة، سنة صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ كناية عن شدة التمسك بها، عضوا عليها. وإياكم محدثة الأمور، تحذيرا للأمة من الابتداع في الأمور المبتدعة، لأننا يا أخواني أمرنا بالابتداع ونهينا عن أمرنا بالاتباع ونهينا عن الابتداع، وهذا أمر خطير. ولهذا قال: وكل بدعة ضلالة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، كما جاء من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهنا يقول الشيخ ناظم إن هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فهو أوصى وصية عظيمة شاملة، فأوصى بتقوى الله وطاعة ولاة الأمر والاعتصام بالسنة والابتعاد عن ما يضر هذه السنة. وهذه أمور في غاية الأهمية، ما تتمسكت فيها السنة ساعدت في دنياها وأخراها. أخوتي في الله، نحن في خير من الله جل وعلا، ونحن في نعمة عظيمة من الله، ونحن الآن يوم غد نحتفل بيوم عظيم، يوم لهذه الدولة المباركة وولاة أمرها. وهذا الأمن والأمان ما أتى من فراغ أخوتي في الله، وإنما أتى بتطبيق الشريعة، بتقبيض كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك التشريع الرباني الذي حث عليه ولاة أمرنا وشجعوا عليه، وأصبح الناس في استقامة من أمرهم، ظهرت آثار ذلك واضحة على الأمن والأمان وحب الخير لولاة الأمر وللعلماء. ونسأل الله جل وعلا أخوتي في الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه الخير، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء مكروه، أن يحفظ هذه البلاد المباركة من كيد الكائدين وحقد الحاقدين، وأن نرد كيد الكائدين إلى نحورهم، وأن ينصر جنودنا البواسل على الحدود الجنوبية، وأن يردهم سالمين غانمين، وأن يثبت أقدامهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير الجزاء، وكتب الله لك الأجر والمثوبة. ونهنئكم ونهنئ أنفسنا بحلول الذكرى 89 لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ورجالاته. إن المتفوقون ثروة وطنية غالية يجب أن تحاط بكل مقومات الرعاية والعناية. المتفوق ينظر لما حواليه بوعي ويتطلع لمستقبل مشرق، وهو مع هذا يحتاج لمن يعينه ويوجهه ويدفعه لمواصلة مسيرته الموفقة حتى يبلغ مآربه وينال مراده ويحقق آماله. والكل يعلم أن هذا السراج المنير المتدفق إشعاعا ينير درب حياته وحياة الآخرين، سيكون بتوفيق من المولى عز وجل عماداً من أعمدة هذا الوطن الراسخة في ثبات. فيجب أن يحاط المتفوق بحسن الرعاية وصدق العناية منا جميعاً. وكما قيل: من يريد النجاح يكون جريئاً، من يريد النجاح يكون جريئاً، لا يتهيب كثيراً من الإخفاق أو الخسارة. سيكون أمراً رائعاً أن أبلغ قمة التفوق والنجاح، ولكن الأروع من ذلك يا صديقي هو أن نتكاتف ونتضافر أنا وأنت لنصل سوية إلى هناك. والآن لنا وقفة مع المحتفى به لهذه الليلة، الحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة ستيفنز من ولاية نيوجيرسي الأمريكية، وهو الدكتور محمد بن صويلح الزايدي. بسم الله الرحمن الرحيم.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، ضيوفنا الأعزاء، في البداية أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمحل فخر واعتزاز لي وتقدير تلبيتكم دعوة والدي العزيز في هذه الليلة المباركة بمناسبة انتهاء بعثتي إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحصولي على درجة الدكتوراه في تخصص هندسة الاتصالات الكهربائية من جامعة ستيفنز بولاية نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ليس بمستغرب عليكم، فأنتم عودتمونا على مد حبل الوصل دوماً، وهذه من شيم الكرام، فحياكم الله جميعاً. كما أود أن أتقدم بخالص الشكر والعرفان لوالد العزيز على كرمه وإقامته لهذا الحفل الكريم، فدعمه دوماً لي منذ الصغر وسؤاله وتشجيعه المستمر طيلة حياتي كان ولا يزال هو اللبنة الأولى في جميع مراحل تفوق الدراسي منذ الصف الأول الابتدائي وحتى منحي درجة الدكتوراه، وكان دوماً محفزاً لي لبذل المزيد. والدي الغالي، الحمد لله على بلوغ المرام، إن حصولي على درجة الدكتوراه هو بفضل الله أولاً، ثم بفضلك أنت ووالدتي العزيزة، فتوجيهكما لي وتربيتكما لي أنا وأخوتي جميعاً وضعتنا على المسار الصحيح دائماً وأبداً. والدي الغالي، أنت المربي دوماً والقدوة الذي أستنير به، فلولا مسيرتك العلمية وحبك للعلم واجتهادك ومثابرتك منذ صغرك في ظل عدم توفر الظروف المناسبة والداعمة لك لما كنا على ما نحن عليه اليوم، فلقد زرعت فينا حب العلم والتعلم والتميز منذ الصغر. والدي الغالي، أنت أفضل من أقتدي به، والحمد لله دوماً وأبداً على نعمة أنك والدي، فهذا مصدر فخر واعتزاز لي أولاً وآخراً. وما درجة الدكتوراه إلا نعمة من مجمل النعم التي من الله علي بها لأنك قدوتي ووالدي، فجزاك الله عني خير الجزاء وجعلني دوماً باراً بك أنا وأخوتي وعند حسن ظنك. كما أحث أبناء القبيلة وأبناء الوطن العزيز عامة من هم لا يزالون على مقاعد الدراسة بالجد والاجتهاد والمثابرة في تحصيل العلم وعدم الرضا بالقليل، فالوطن قدم لنا ولا يزال يقدم الكثير، وقيادتنا الحكيمة دوماً حريصون على تأهيل أبناء الوطن كي يساهمون في تطوير بلدنا، بلد الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين، والمنافسة به في مصاف الدول العظمى، ونحن بعون الله قادرون على ذلك. طيلة فترة ابتعاثي شاهدت وعاصرت طلاباً من جميع أنحاء العالم، ولكن كان الطالب السعودي دائماً ولله الحمد متميزاً وخير سفير لخير وطن، وطن معطاء، وطن عظيم يحوي بين جنباته أبناء يحظون بكم من هائل من القدرات العلمية والعزيمة والإصرار وحب الانتماء والاعتزاز بديننا الحنيف، مما يؤهلنا للارتقاء بوطننا الغالي. حفظ الله هذا الوطن وقيادتنا الحكيمة وأدام علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجدت وآفت، ونسأل الله عز وجل أن تكون عماداً راسخاً من أعمدة الوطن. احتل الشعر عند العرب مكانة ذات أهمية عظيمة، حيث سمي بديوان العرب، وبينما كانت الحضارات القديمة تعرف بالإنجازات الطبية والنحت والفلسفة وغيرها، عرف العرب من شعرهم وأوزانه وقوافيه، وتجدر الإشارة إلى أن الشاعر يمثل قومه في شعره ويقول كلماته بلغتهم ويدافع عن القضايا التي يعيشونها بما ميز الله به من فصاحة اللسان. والآن لنا وقفة مع شاعر القبيلة
الشاعر موسى بن غازي الزايدي، فليتفضل مشكوراً. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، نهني معالي الشيخ صويلح بن مسحل الزائدي قاضي الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة، كما نهني رئيس القبيل رئيس الخامس الشيخ مطرق بن مسحل الزائدي وقبيلة الزود عامة وقبيلة عتيبة كافة بحصول الابن البار الدكتور محمد بن صويلح الزائدي على شهادة الدكتوراه من الولايات المتحدة الأمريكية. ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أرحب بزميلي مشرع المقاطي أبو خالد، وأرحب به كذلك على حضوره، فأهلاً وسهلاً بك أبا خالد، وشرفت قبيلة الزود، فما أنت إلا منهم، وتبني في جدر قبيلة عتيبة، فحياك الله. أما مشاركتي فأقول فيها: يا سلام الله على كل الجهامة في ليالي والوطن فحلى لياله، جيت مدعي للحفل مرفوع هامة، شيخنا رحب وقال وها عياله. يا سلام الله على كل الجهامة في ليالي والوطن فحلى لياله، جيت مدعي للحفل مرفوع هامة، شيخنا رحب وقال وها عياله. يا صويلح دعوتك عز وكرامة، يكفي الوجه السنافي من قباله، والله اني مندرق والشيخ قامه بين ربع بلفة والطيب فاله، المحبة والمواقف والشهامة خلت ابن العم يمشي في عداله، شاش راسي للرجال أهل الزعامة، والفرايد جابها الصقر ومناله، الشعر ذا الليل لزمني خطامه، في يميني طابقه وارخي حباله، اعتليت وصرت في عالي سنامه، كني الجمال يحدى في جماله، شاقني رجال يكرب في حزامه، للمراجل من حلاله في حلاله، يغلي الراس ومغطيها العمامه، ملتجي باللي تعلى في جلاله، لا ولا والله ما عرف الندامه، من على الطاعه بنى مجد وسلاله، ما بعدها يلحقه ذم وملامه، دام وصلها على نجم بداله، عاش وارفع له العقالي باحترامه، عاش وارفع له عقالي باحترامه، قدوة العقال واسع في خياله، لو حذينا حذوه احنا في سلامه، نرتقي بالجيل ما يبقى جهاله، وهني اللي على صدره وسامه، مثل هذا الحر واحراره قباله، اول العنقود في جيله علامه، بتقى والدين والمولى يساله، ما مشى في ليل يغوى في ظلامه، حط له منهج وراس العلم طاله، يا محمد غيث يوم انشى غيامه، قاده الله للبلد يروي زلاله، عذب صافي كل ما خرج ركامه، هد سيله بعد ما رويت جباله، وانتحى يسقي بكرمه واحتدامه، من عظيم الشان مهدينا خياله، عشت يا دكتور للعلم وزمامه، وتفتخر ربعي عتابه في رجاله، والبلد يفخر ويضرب لك سلامه، يا شبيه طويق ولا انت مثاله، صارت الحفله على الخدين شامه، زين الله وقتنا في كل حاله، الوطن حطت على البيداء خيامه، وثق التاريخ له يوم احتفاله، والبطل جانا مغلق في علامه، واحتفانا والله اللي في كماله، يا وطننا دونك الحزم وسهامه، والسعودي ممتطي صهوة خياله،
والسعودي ممتطي والسعودي ممتطي صفوة خياله، ما يحوفك طايح الحظ الهلامة، ما يحوفك طايح الحظ الهلامة، فرس ولا روم عدوان وزبالة، أعزكم الله، فرس ولا روم عدوان وزبالة، لا اعتزى سلمان جاهم بالصرامة، لا اعتزى سلمان جاهم بالصرامة، ما يرد في الوغى شلة حثاله، لا اشتهر في كفه اليمنى حسامه، حط واحدهم على الثاني وصاله، يكنسون امواتهم كنس القمامه، ما حسبنا حسابهم والصاع كاله، ويا ولي العهد روع في النعامه، قلبها مرتاع وتزيده خباله، راسها مدفون في شق العدامه، بالشطير اقتصها بقوى صماله، لا تبالي والغضب والصل هجامه، لين يحرقها ويصلى باشتعاله، كل درس يبين حله من حرامه، والاجابه للمعلم في سواله، والفعل يدوي ويكسيها غمامه، والفعل يدوي ويكسيها غمامه، ليلها يسري علىها في ظلاله، جود الاغلال والقفل ولحامه، يوم الغاوي ويعرف ما عباله، جود الاغلال والقفل ولحامه، يوم الغاوي ويعرف ما عباله، والفصل وعد من للشهر صامه، بالنبي المصطفى المبعوث واله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صح لسانك ولا فضفوك. الشعر هو مظلة التحليق في سماء الكون، وشراع الإبحار في المحيطات، بوصلة وجوده تحدد جهات أنواعه، من عامي إلى فصيح، ومن حر إلى عمودي، ومن موزون إلى منثور. هذه هي الأصناف، ويبقى هو البديع الرفيع. والآن لنا وقفة مع الشاعر مشرع المقاطي، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميع. أبارك لمعالي الشيخ صويلح بن مسعل الزايدي، تعالى تخرج الدكتور محمد بن صويلح الزايدي، وأقول له إن شاء الله بالتوفيق وعقبال إن شاء الله في شهاداتنا أعلى وأعلى وعمل أعلى وأعلى إن شاء الله، وأجعلها إن شاء الله أولا لك على طاعة الله. هذه قصيدة، والشيخ صويلح وقبيلة الزوات تستاهل الكثير، يعلم الله أنها من القبائل اللي نعزها في الله ونحبها في الله، وهم بني عم ومن عتيبة ونعم فيهم. أقول بديت بسم اللي خلق عالم الغيب، بديت بسم اللي خلق عالم الغيب، الله جليل الملك خالق عباده، ربي جليل الملك جزل المواهيب، ربي كريم العفو جزل مداده، مبروك يا محمد عسفالك الطيب، مبروك يا محمد عسفالك الطيب، يلي صبرت ونلت كسب الشهادة، أنا أشهد إنك ذيب، أنا أشهد إنك ذيب، وأيضا ولا الذيب من الاد زايد كنز علم وقياده، انا اشهد انك ذيب وايضا ولا ذيب من الاد زايد كنز علم وقياده، ابوك شيخ العلم، ابوك شيخ العلم شيخ المواجيب، شيخ كريم ولا يحب الزهاده، ذبحه من اللي يصر منا المصاليب، حيل كبار وفي شحمهن زياده، صويلح ولد مسحل عطيب المضاريب، يا نعم ابو محمد قوي الاراده، شيخ بفعل الطيب ما يلحق عيب، شيخ بفعل الطيب ما يلحق عيب، تشكره ضيفانه بحسن الوفاده، تشكره ضيفانه بحسن الوفاده، حر تعلى فوق رؤوس المراقيب، حر تعلى فوق رؤوس المراقيب، وهو اساس العلم وهو اعماده، وصلاه ربي دون عد وترتيب على النبي شفيع يوم الشهادة، وسلامتكم. مبروك.
صح لسانك ولا فض فوك. في نهاية المطاف نصل وإياكم إلى التكريم العام، فليتفضل راعي حفلنا معالي الوالد الشيخ صويرح بن مسحل الزايدي. أولاً هدية مقدمة من معالي الشيخ صويرح بن مسحل الزايدي وأبنائه إلى الشيخ علي، فليتفضل. استاهل اكثر يا شيخ، الله يحفظك. ثانيا هدية مقدمة من معالي الشيخ صويلح بن مسحل الزايدي وابنائه الى الشاعر موسى بن غازي الزايدي. ثالثا هدية مقدمة من معالي الشيخ صويرح بن مسحل الزايدي وابنائه الى الشاعر مشرع المقاطي. الله يطول عمرك، لنا الشرف والله. الله يحفظكم. الله يسلمك. والله ان لنا الشرف طول عمرك. والآن لنا وقفة مع الهدايا المقدمة إلى المحتفى به، يقدمها بالنيابة أخي الملازم أول مهندس عبد الله بن صويلح الزايدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدية مقدمة من رجل الأعمال الشيخ طلق بن مسحل الزايدي وأبنائه للشيخ صويلح الزايدي. هدية مقدمة من رجل الأعمال الشيخ طلق بن مسحل الزايدي وأولاده للدكتور محمد صويلح الزايدي. أيضا قدم الشيخ طلق قعود الله يكثر خيره. سهل الطيب. هدية من الشيخ مصلح بن مسحل الزايدي وأبنائه للشيخ صويلح مسحل الزايدي. هدية مقدمة من الشيخ مصلح بن مسحل الزايدي وأولاده للدكتور محمد صويلح الزايدي. هدية مقدمة من آل عواض يقدمها نيابة عنهم حميد حامد الزايدي. هدية مقدمة من الشيخ عابد زياد وأولاده يقدمها نيابة عنه ابنه مشعل.
هدية مقدمة من الشيخ ذعير العالي وأبنائه. هدية مقدمة من الأستاذ فيصل فايز العدواني. هدية مقدمة من الشيخ عبد الله عبيد الذيابي وأبنائه. هدية مقدمة من الشيخ مطلق دخيل الله الزايدي وأبنائه. هدية مقدمة من ذوي زايد يقدمها نيابة عنهم عبد الله ضيف الله الزايدي. هدية مقدمة من الشيخ سعد محمد صلاح وأبنائه يقدمها نيابة عنهم ابنه سعيد. هدية مقدمة من الشيخ سعود بن محمد العويمري يقدمها نيابة عنه ابنه عبد الله سعود. هدية مقدمة من الشيخ مطلق بن مسحل الزايدي وأبنائه. هدية مقدمة من عبد الرحمن رزيق الزايدي وأبنائه. هدية مقدمة من حمود محمد العويمري وأبنائه يقدمها نيابة عنه ابنه فواز. هدية مقدمة من محمد صبحي الزايدي وأبنائه.
هدية مقدمة من الشيخ معيش بن سافر الذيابي وأبنائه، يقدمها نيابة عنه ابنه عبد العزيز. هدية مقدمة من عبد الله وصل الله السلمي. هدية مقدمة من العميد خالد القرني وأبنائه، يقدمها نيابة عنه ابنه فيصل القرني. هدية مقدمة من فهد العودة وفهد القرشي، يسلمها فهد القرشي وفهد العودة. هدية مقدمة من الأستاذ محمد الشهري. هدية مقدمة من الأستاذ مشعل مسفر العصيمي وأبنائه. هدية مقدمة من أبناء فهد صبحي الزايدي، يقدمها نيابة عنهم النقيب محمد. هدية مقدمة للأستاذ محمد عثمان الحميدي. هدية مقدمة من الأستاذ فارس البقمي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن
لنا قصيدة وطنية يلقيها عليكم الشاعر مشرع المقاطي، فليتفضل مشكورا. هذه قصيدة وطنية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية وبلادنا ووطننا، يستاهل منك الخير ونفداه بالأرواح، وقادتنا وحكومتنا الرشيدة تستاهل منا الولاء والطاعة والسمع والطاعة. وهذه القصيدة أقول حنا السعوديين وشعارنا غير، حنا السعوديين وشعارنا غير، شهادة التوحيد ختم الضمانة، سيفين عدل وفوق نخلة الخير، من خيرنا مليار نفس مدانة، دستورنا القرآن خير التباشير، حكم الشريعة منبعه من بيانة. حنا السعوديين، حنا السعوديين تاريخنا غير، تاريخنا يحكي سمو المكانة، متكاتفين نسير نحو العلا سير، في ظل قادتنا نود الأمانة. هل السعود لشعبهم كلهم خير، من عهد ابو تركي وحتى اوانه، بالعدل والاخلاص حكامنا غير، في حكمهم والظلم ولا زمانه. ويلي تثيرون الفتن والتقارير، حنا نعرفكم زين يا ليلى دانا، تبلكم يا نافخين المزامير، حنا نعرفكم زين يا ليلى دانا، يا خادم البيتين بالقافلة السير، على بركة الله وخيره ومانه، وحنا معك نمشي فراد وطوابير، للخير خير وللمعادين إهانة، تفداك أبو فهد جميع الجماهير، الك بقلوب الشعب حب ومكانة، حبك شعبك يحبك حب ما له تفاسير، حب يفوق الوصف والله ومانة. ومحمد حكيم، ومحمد حكيم وكل راسه سعاطير، شبيه جده بالفعل والمكانة، ولي عهد وقايد للطوابير، ولي عهد وقايد للطوابير، أنا أشهد إنه قد حمل الأمانة، ومن جر شر نقول له خير يا طير، ومن جر شر نقول له خير يا طير، أحسن له يهون ويقعد مكانه. وحنا السعوديين وتاريخنا غير، وحنا السعوديين وشعارنا غير، شهادة التوحيد ختم الضمانة. سلامتكم. صح لسانك بيض الله وجهك. وبذلك نختم حفلنا لهذا اليوم، شاكرين لكم حسن الإنصات والاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمي باسم رافي سبعها والفيل.